تنبيه على حكم اللوطي اي اللوطي نسيت نعم. اما اللوطي فقد ذكر ابراهيم اختار العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله اللوطي الذي ياتي الرجل كان الرجل هذه اللواطه والله انكر ذلك وبين امر اللوطي في قصه قوم لوط الله اهلكهم جميعا وخسف بهم بلادهم وجعل آلهة سافلها نعوذ بالله ثم أمطرهم بحجرات المسجين نسأل الله العافية. قال وليد بن عبد الملك الأمير أمير المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجلا. هي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح. فلهذا جاء حكم القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقا سواء كان ذكرا او ثيبا. بعض الفقهاء قالوا انك الزاني يرجم المحصن ويجلد البكر 100 جلده ويغرب عامه ولكنه قول ضعيف. والصواب ان اللوطي يقتل هذا هو احد الاقوال وهو الصواب يقتل قتلا بالسيف او بالرجم بالحجاره كالمحصن الزاني المحصن. وقد اجمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على قتله لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال بل يلقى من شاهق وبعضهم قال يحرق بالنار. والصواب في هذا انه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائل والمفعول نسأل الله العافية. هذا حديث لا بأس بإسناده جيد وإن كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة. فقد أجمع المسلم أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله وأن اللوطي يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا وإنما اختلفوا في صفة القتل هل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف. والصواب أنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا. والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي فاللوطي له شأن آخر ولكن يقتل بالسيف الفائل والمفعول به إذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمة ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها فكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة.